انت ما تدري ان انا ايش كثر احبك. ادري انك يمكن ما تصدقيني، واساسا انا مو نوع من الناس اللي يحب وحده من غير لا اشوفها. هلا والله حمد، معك كيف الحال؟ هذا وين هو يتأليف؟ من يهتم اصلا؟ ما ادري دلال، ما ادري صراحه. هو انسان بمعنى الكلمه، كثر ما اقول لك انه حساس ما راح تصدقيني. اهم شيء ان انا احبه وهو يحبني. برا النادي الناس تشوفني على اساس اني انا معاق، وبس الناس اللي برا لا يمكن تتقبلني.